يكون عنده ناقة، عنده شاة، فيمنحها جائز. هذا حض الرسول عليه السلام، حض على المنيحة. والمنيحة هي الشاة أو البقرة أو الناقة، ثم لتحلب فتوفى لجاره لصديقه. فكان يومئذ الحلق يسمون الإقامة، يعني إقامة الدابة، كان تعريف الدابة سهل يومئذ. فكان الرجل المملوح منيحة مقابل تعريف الدابة يركبها ويطلبها ويتبع منها. كأنه الشرع الحكيم جعل مقابل الإعلاف من الممنوح له الركوب وانتصاب الحديد. فهذا لما يكون بطريقة من بعض الإحسان يعني إلى الجار المسلم ما فيها إشكال إنها جائزة، لكن يجب أن نلاحظ الابتعاد عن الاحتيال في الموضوع. لما يكون إنسان عنده بقرة، البقرة تعليفها من السهول اللي كانت في ذات الزمن، أنا بدأت الشيخ يمكن كلمة تعليفها مش في مهيئة، لكن بتضرر له الحليب أضعاف وضعاف. فأنا مثلا بحاجة إلى 1000 ليرة، فبجي بستقرض منك 1000 وبعطيك إيش؟ البقرة. وأنت بتلاقي بحث بتحط عليها على مصاري مثلا 5 ليرات بتجيب لها 15 ليرة في اليوم. فإذا كان هذا هو المقصود فما بيجوز. يوجد قضية مثل قضية البيع الوفا يسمونها الوفا. طب إذا كان المقصود في الإحسان إلى المحرومين من الحليب، محرومين من الركوب، بتفيد لها ركوب، بتفيد لها حليب إلى آخره. وبقارن ذلك طبعا بيتكلف هو. هذا الذي أجاب عن الشارع. السورة يعني مثلا أنا الموقع إذا خلق من طريق الاحتيال لأكل الربا ما فيها شيء، وإلا فيها كل شيء. هذا هو الذي يقوم بالتعليم.